وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. بعد التحية محمود، اطلعنا على الأجواء لديك من مدينة العالمين الجديدة التي أصبحت محط أنظار العالم. نعم، بعد التحية، كما تحدثت، مدينة العالمين الجديدة بالطبع يعني أصبحت يعني حديث أنظار العالم، ونحن نرى هذا من المترددين والسائحين وعدد الزائرين على مدينة العالمين الجديدة، خاصة في هذه المنطقة التي نتواجد بها في الممشى السياحي التي تشهد العديد من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. إذا كنا نتحدث عن الفرق الفنون الشعبية التي تتواجد في هذا الممشى لتقديم فعالياتها المختلفة، كنا نتابع معكم بالأمس الفقرات الفنية المختلفة لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وأيضا فرقة بورسعيد للفنون الشعبية لتقديم التراث المختلف والرقصات المختلفة في الممشى السياحي، وسط حضور عدد كبير من الزائرين ورسم الفرحة والبهجة عليهم من خلال هذه العروض الفنية المختلفة. كنا نتابع أيضا بالأمس بعض الفعاليات الفنية الكبيرة الموجودة سواء في منطقة العالمين أرينا التي كانت تشهد حفل الرقر العالمي روس، أو حتى في مسرح الشارع. مسرح الشارع أصبح هو الوجهة الفنية المتواجدة بصفة دائمة يوميا في مدينة العالمين الجديدة، تقدم كل الفعاليات الفنية المختلفة للزائرين وللجمهور بشكل مجاني. بالأمس كانت فرقة مسرح الشارع تستقبل فرقة طبلة الست وسط أجواء من البهجة والسعادة والفرحة التي دائما تضيفها هذه الفرقة في أغانيها ومقطوعاتها الموسيقية المختلفة، وكان هناك حضور عدد كبير أيضا من الجماهير المتواجدة خاصة على الممشى السياحي ووسط الأبراج والشواطئ وحالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. وعلى الجانب الآخر أيضا كانت هناك حفلة لفرقة شارموفرز، وكانت مليئة بعدد كبير من الجمهور، العائلات، الشباب، الأطفال، جميع الأعمار وجميع الفئات كانت متواجدة في هذا الحفل. وأيضا تستكمل هذه الفعاليات اليوم بحفل فني كبير لفرقة وباند كايروكي في منطقة العالمين أرينا على الآن في المسرح أو في الممشى السياحي. تستعد هذه المنطقة بتجهيز المسرح وتجهيز أيضا أعمال الإضاءة والإنارة لاستقبال الجماهير، خاصة أن هذا الباند كايروكي يتمتع بشعبية كبيرة جدا، فمن المتوقع أن يكون هناك حضور عدد كبير من الجماهير المحبين لهذه الفرقة، وهناك استعدادات أمنية مكثفة موجودة أيضا في الممشى السياحي. ونتحدث أيضا عن حالة طقس جميلة الآن في الممشى السياحي وفي مدينة العالمين بشكل عام، فنتحدث أيضا عن تنوع الفعاليات المختلفة سواء كانت الفنية أو حتى الرياضية التي ستختتم اليوم بالفعاليات الرياضية. نعم. نتحدث أيضا على أن هناك يعني إشادة كبيرة من الزائرين وأيضا مهرجان العالمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد من فعاليات اليوم. بالفعل، جزيل الشكر لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة.